طريق التنمية فقط، يعني هو شحن بضائع وإيصال. أولا هو اختصار للوقت، يعني اليوم أكو اقتصاد، يعني اليوم أي دولة حتى لو لم تكن لها علاقة طيبة مع العراق أو مع أي دولة من هذه من التنمية، عندما ترى أن هناك أكثر من 50% تخفيض في نقل بضائعها راح تجي لهذا الأمر قطعا، فأكو مصالح زي. وأيضا هناك هو ترى سوف نكون أمام خط سريع، نعم، يعني للسكك الحديدية، يعني نتكلم عن السرعة اللي موجود بقطار ممكن 300 كيلومتر بالساعة أن ينقل المسافرين، فبالتالي سوف يربطها. أنا أعتقد، شوف أنا عندي ملاحظات قلت اليوم الأول على هذا الطريق، يعني كما كنت يعني أتمنى بتركيا، يعني خو سوريا كانت أقرب، مو ما بهاي الوضع الأمني داخل سوريا أحسنت لا مو بس مو وضع الأمني اليوم، وضع الأمني ممكن اليوم بس باكس، لا هو هذا أن تكون مصلحة لتركيا، نعم، بالعراق حتى ننتهي ينتهي ملف المياه. مياه. يعني وقفت عن المياه وملف الحدود وملف وقفت عن المياه، أنا وقفت طريق التنمية. أي. تكون عندنا يعني أدوات حقيقية مثل ما تتعامل معنا تركيا، وهي تعامل دولي وشاع، يعني يعني لنلوم تركيا، خلي نلوم أنفسنا إحنا، حنا ما بنينا سدود، نعم، ما سوينا، ما اتخذنا إجراءات لحفظ المياه. زين. لكن خلي كلنا سلاح أمام تركيا، شو بيها؟